دوار المالح يقال أنه من أقدم القرى بولاية المسيلة بعمر يقارب 200 سنة، وطوال هذه المدة ظل بعيدا عن أنظار المسؤولين فلم ينل نصيبه من التنمية، والأولوية فيها لهذا الجسر الذي بدأ يتجسد ليسهل تنقلاتهم. لدينا المواطنين يعني اللي عندهم مدة طويلة وهما يسعوا ويعانيوا الأمرين من جراء هذا الواد، وخاصة في فصل الشتاء. اليوم الحمد لله المشروع راكم تشوفوا فيه انطلق، وسعينا مع المقاول وعطيناه أوامر أنه ينجز لنا المشروع في خلال إن شاء الله شهرين، بمعنى الموسم القادم إن شاء الله ومع الدخول الاجتماعي سيكون هذا الجسر جاهز. دوار المالح واحدة من مناطق الظل فعلا، فمظاهر التنمية به قليلة جدا، وإنجاز هذا الجسر كان حلما بالنسبة لسكانه ليتمكنوا من عبور الوادي الذي طالما شل الحياة لديهم ومنع تنقلاتهم خارج القرية في حال غمرة المياه. هذا الواد هذا كان يقطع حوالي 1500 ساكن. كان كيجي الواد ما كانش واحد ما يفوت، كانوا وليدات كانوا فايتين رايحين يقراوا داهم الواد، فرحين بهذا المشروع هذا اللي جا، هذا اللي راح يفك العزله. قدر ربي، قلت لك الانسان تقيس ويفعه ولا عقرب، وعد الواد حامل ولا يمرض مرض يعني بالكذا يموت قدامك تطلع عليه ما تقطعش. يعني هذا المشروع هذا اذا كان دار المشروع هذا القريه تاعنا هذا راح تولي جديده. مثل هذا المشروع قد يبدو بسيطا لكن انعكاسه كبير على حياه السكان هنا، فهم يرونه بمثابة شريان حياة.